النهاردة التحدي بتاعنا هيكون من أشرس التحديات، زي ما انتوا شايفين عندنا أقوى العربيات، حتى التوك توك داخل يشارك، وعندنا العربية الأسطورية اللي انتوا لأول مرة هتشوفوها هتخش التحدي الشرس ده، غير كمان عربية التسلا وعربيات السباق الرهيبة. والأجمل من كل ده يا جدعان، عندنا العربية العملاقة دي برضو داخلة في التحدي الشرس اللي هيكون في مقدمته الأوتوبيس الطائر يا جماعة. طبعا كل اللي شفتوه ده النهاردة هينط من أعلى مكان موجود في السماء لحد تحت. طبعا يا جدعان مش مقصر معاكم، هو الحمد لله طلبت مني في التعليقات يا ابو اللذيذ نزل حوادث العربيات وقتي نزلناها يا جدعان، وهنعمل فيها شغل جامد جدا، فانا عايز اطلب منكم طلب، بس خدنا بقى يا جدعان، خلينا بقى وقتي نوصل الفيديو ده ل50,000 لايك، لان التحدي والله يا جدعان زي ما قلت لكم شرس ومجنون وفي قلق، ومش عارف بقى بصراحه النهارده مين اللي هيقدر يتنفس يعني ينزل سليم ده لو عرف من الاساس. يلا يا جماعه جاهزين؟ بعد ما عملت اللايك خلاص خلصنا لايلاتنا. يلا يا جدعان نبتدي بالاوتوبيس الطائر، هتطير يا عصفوره. يلا 1 2 فعل النيترو يا ابو اللذيذ، طير. هو يا جدعان ده طار بجد؟ ايه الهبل ده؟ استنى يا اتوبيس بس ما اتفق. لا يا جدعان اسوأ حاجه في القلبايه يا جماعه، لو حد عنده اتوبيس بيطير يقول لي ازاي اتحكم فيه بالظبط. ثواني. خلاص خلاص اهدى يا حبيبي. والله يا جدعان انتوا ساعات بتكتبوا لي في التعليقات حاجات غريبه، يا ريت حاول باتونسا ليه صح؟ باتونسا ليه؟ كراسة. خلاص خلاص بالزغرت يا اخويا. مبروك مبروك مبروك. بصوا يا جماعه لو النهارده في حد منكم هيتغدى بيتزا او اي حاجه، انا موجود عندي اهو يا جدعان، في البهارات وفي الكاتشب وفي الصلصه او بيسموها المسترده دي يا جدعان، المهم هي موجوده عند اللي عايز، ما تتكسفوش. اقول لي يا ابو اللذيذ عايزين اتوبيس اللي هو اللي كان لسه متحمص، هتلاقوه جاهز. اوكي بس ثواني يا جدعان، احنا ما عملناش التست بتاعنا والله، ثواني كده يا حلاوله. ايه ده في ايه يا جدعان؟ ده حلاوه الروح دي ولا الكلاكس ده؟ والله في حاجه غريبه زي كده الاوتوبيس. اوكي ثواني انا عايز اعرف حاجه، ثواني يا جماعه الاوتوبيس كان شغال. استنى استنى يا حبيبي انت على طول هتنطلق. بص خلينا نشغل بس البوستات، انا في حاجه عايز اعرفها تقريبا يا جدعان. عرفت سرور التحكم، واو، بس عرفت بعد فوات الاواني يا ابو اللذيذ. يب بدأوا الاوتوبيس للمره الثانيه. هو مين جاب سيره الاوتوبيس يا جدعان؟ احنا قلنا الاوتوبيس خلاص كسب التحدي، واللي شفتوه ده كان عادي يعني، كان جهازي مهنج يا جماعه. المهم هنجرب العربيه دي، والله شكلها شرس يا جماعه، ممكن هتنجو زي الاوتوبيس. خلينا نشوف فيها كلاكس ولا لا. اه فيها كلاكس. يلا 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 يا اسطوريه، يلا بنى عليك كبير، دوس يا زعيم. الله الله، بص 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 بص، لا لا تعد لي تعد لي تعد لي. الله عليكي ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي. ثواني يا جماعه. بصوا ممكن نديها 5/10 يا ابو لازليز، انت بتزود من عندك يا عم. زميله يا عم ظبطها العربيه يا عم، مش كان في كلاكس شغال؟ يبقى مش صادق يا جماعه اللي بصوا، عشان نبقى متفقين، اي عربيه او اي توك توك عدى الخم يعني في كلاكس مفيش موتور 5 يا جماعه، لو مفيش الاثنين نديله 3 ولا 4 يبقى صاعد. خلينا بقى تشوف حبيب القلب كلكم بتحبوه يا جدعان، شبه زر اللايك والله، بعد ما تدوس عليه ولا قبل ما تدوس عليه؟ اللي بعد ما تدوس عليه بتحاول تقول للتوك توك الصغير ده صح؟ يلا يا جماعه خلينا نشوف زر اللايك هيعمل ايه يا جدعان. الحسنه. بص بص نازل برنس، التوك توك الوحيد اللي بص ما اتقلبش على ظهره، اللي ما بيقول لك اللي ما اتقلبش على ظهره ما اتقلبش على بطنه. وهتقول لي شغال، هيجي لي صدمه. شغال يا جماعه الهبل ده، هو في كل التحديات بيفوز. بص يا جدعان انا عندي احساس ان التوك توك ده ممكن مشغل شفره ولا حاجه، فخلينا نجرب تجربه كمان.
ممكن يفشل فيها. بص انا اخدها مساوي بحيث ايه يتكعبل بس يا جدعان. بصوا بيظبط اتزاناته في الهواء. والله توك توك اسطوري يا جماعه، ينفع يشتغل طياره بعد كده. الله يا وحش، والله ما معقول الكاوتش. بص الكاوتش طلع يجري، قال لك والله ما انا مكمل ولا خط على هنا. والله بس الكاوتش قال لك والله ما انا دخل التحدي الشرس ده يا ابني. اخوك شوف ماشي حساب التوك توك يا ولا قليل الادب. كبر دهالك يا عم يا شجعان. خلينا نرجع يا جدعان. لا 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 بلاش، هنجيب نجيب التوك توك الصغنن. اه والله حلاوه الروح يا جماعه ولا انا يا ابو اللذيذ فيه يا عم. خلاص يا جدعان ما نظلمهوش، يبقى كده برضو نديله 5 من 10. هو بصراحه يستحقها. لو انتوا شايفين حاجه تانية يستاهل اكتر من كده اكتبوا لي في التعليقات. انا عارف انتوا ممكن تبحبحوا من عندكم تخليها 9 9 ونص 8 كده اللي هو شويتين. طبعا العربيه دي انا بصراحه اجربها بس اخليها شويه يعني. نبدا بالسباق بعد كده ندخل على التسلا نزقزق كده يا ابو الزقازيق، بعد كده نخش بقى على العربيه الكبيره دي. واحده اعوذ بالله، والله يا صوتها يخوف. ترى ما خوفتنا كده يا جدعان بعد تخسر في التحدي. هتشوفوا العربيات اللي بتخوفنا في الاول اهي. والله بص بص بص، ورق ورق. مين بقى اللي كان المره دي انها تكسب يا عم؟ اهو الكاوتش، مفيش عربيه مفيش موتور ولا في اي بطيخ. يعني من الاخر ايه رايك يا ابو اللذيذ؟ 0 من 10 اكيد ساقطه يعني. يلا شوف بقى التسلا الاسطوريه الهاديه يا جدعان. عربيات الكهربائيه اسرع عربيات، اجمل عربيات. في الصدمات بقى انا مش عارف، بس ما كنتش حابب كده بس قشطه. ممكن يكون عندها فكر تاني مختلف يا جماعه. يلا البطاطس. كان مين عايز تسلا يا جماعه؟ انا ما عنديش تسلا، انا عندي بطاطس بالصلصه. هار بطاطس والله شغاله. جماعه بقول لكم ايه، انا هتصل بايلون اقول له لو سمحت ابعت لي واحده جيف اوي. ايسي واو الكوتش مكمل. لا خلاص واقف، قال لك كفايه على كده، اكتفي بهذا القدر. ثواني يا جماعه، مش ده زرار الاشتراك؟ والله نزل كسر البتاع عامل ازاي. فلو انت لسه جديد معانا يا عم، دي تسلا بص نزلت، بص برنس. يلا بقى اديكم دلوقتي يا جدعان على زرار الاشتراك، هتلاقوا اللون الاحمر نفس لون العربيه دي. اول ما تدوس عليه هيبقى لون الارضيه اللي تحت دي، ومبروك عليكم، هتكونوا ضد الكسر زي ما زرار الاشتراك بنزل ولا هم اي حاجه. نيجي بقى يا جدعان للعربيه. لا مش دي ولا دي ولا دي، احنا عايزين دي. ايوه بقى واو واو يا جدعان الله عليك. بصوا انا من وجهه نظري لو نزلت على الكاوتش، الكاوتش هيعمل زي كانه عارفين ال لا انا مش عارفين صح؟ ايه الكاوتش البلاستيك ده يا جماعه؟ ايه ده بترجعني ولا ايه؟ ايه ده؟ العربيه خربت خالص. ايه يا جماعه؟ ثواني يعني توك توك يفوز وانت لا؟ عيب والله. ثواني كده نحاول نعمل اتزان في الهواء. الكاوتش بيقلبها اوتوماتيك. ايوه يا رب يا رب ينزل على الكاوتش يا رب. يا لهوي على الكاوتش بس شغاله. في امل يا جماعه والكاوتش شغال. بص يعني دي فرصه اخيره. اول مره فشلت بجداره، ثاني مره ها، ثالث مره دي هتكون الفيصل وانتوا الحكم. اوكي يلا تستاهل ولا ولا ما تستاهلش. هي ممكن تكون في المناطق الجبليه، نجربها بعد كده في مراحل ثانيه. ممكن ما تنفعش في مرحله السقوط من السماء. يا سكر في ايه تستهبلي؟ ثواني يا جماعه بس كتر خير، على الاقل طلعت بكاوتش واحد وفرقه يا جماعه. ايه ده الموتور راح فين؟ والله سامعه هناك يا جماعه. بص البطار عمال يجري. بصوا مبدئيا خلاص خلاص خلاص، والله هنديكي خلاص خلاص. اوكي عايز ياخد حقه يا جدعان. بصوا يا جماعه والله تبص ده خلاص يا جماعه خلاص خلاص خلاص. هدي هدي هدي، هنديها 5 من 10. شفتوا يا جدعان كنت هتزعلوها هتمشي زعلانه، كانت هتفرقع في وشي. يلا بقى نجرب بقى العربيه دي يا جدعان. العربيه دي فيها بصوا مصدات حلوه قوي قوي قوي. العربيه دي فيها تامينات كويسه، فيها كاوتشات برضو احتياطي. شايف العربيه دي تبقى زي العروسه يعني، هتنزل وارد تنزل سليمه بس بالهباله دي هتنزل روما بيكيا بيكيا.
مين عايز بيك يا جماعة؟ مفيش عربية يا جماعة ولا كمان والله يا هبل. اظبطي حلو بقى. يلا. ما رفعت الحصان دي اللي بتغصني فيكي. يعني يا جدعان فيها مساعدين وفيها كاوتشات وفيها حركات تنزل وتنزل الناس بلاش اي ست اللازمة. للأسف يا جدعان للمرة التانية فأنا هديها 3/10. نجرب يا جدعان الأسطوري ده بقى. الأسطوري الوحش الكاسر. أوه والله سريعة. بس الموتور بدأ يتدمج من بدايتها. بصوا بقى النازلة دي ممكن توديها في 1000 بطيخة. يلا 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 يلا. ثواني ثواني ثواني. الموتور شغال؟ شغال؟ الموتور شغال يا جماعة. العربية اتكسبت 9/10. نيجي بقى يا جدعان للعشق. مين اللي ما بيحبوش ها؟ سخنن كده في حد أو يمشي كده في وسط الزحمة. لسه أخوه معدي يا جماعة. إن شاء الله ده كمان يفوز. يلا يا وحش. أملنا عليك كبير. أيوه اديله يا زعيم. 3 كاوتشات بس بصوا. وعندنا واحدة ستبني يا جماعة. خلاص. المكسب. إيه ده؟ وعطول اللي شغال. والله يا بطل. الاثنين يا جماعة مالكم مفيش حد يفتح بقه. تجربة تانية وهيكسب فيها بإذن الله. نانانانان. بص بص تحدي الكلاكسات. بص ينط على ظهره على قفاه على وشه عادي شغال. بص بص تحدي. والله بطل يا ابني. بس مش قوي يا جماعة. فين الموتور؟ الو. طبعا يا جدعان هنيجي بقى على كل التستات اللي جايه ومفيش حد يجيب لي سيره التوك توك. عندنا طبعا يا جدعان العربيه الرهيبه دي. هنجرب طيارات. يا ابو اللذيذ انت بتهزر. اه يا عم ايه المشكله؟ يبقى عربيات طيارات وشغل عالي. العربيات دي يا جدعان صرخها يخوف. لا 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 ما فيهاش كلاكسات هي اصلا. ها يعني لو موتور باظ فشلت. الموتور شغال يا جماعه. والله العربيه دي جامده. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. بلا حسد يا جماعه. اوكي جرب التستات الثانيه. كده كده كسبت في الاولانيه. الثانيه مش مشكله حتى لو ما كسبتش قشطه. يلا يا عروسه يلا يا عروسه. رايحه على فين؟ رايحه على الزفه بتاعتك. يلا. اه والله عملتها. والله وعملت. يلا شوف عندكم عروسه يا جدعان شغاله. نيجي بقى للتجربة اللي منتظرها الملايين. ايوه يا جدعان خلاص 4 مليون منتظرين اللحظة الحاسمة. احنا لسه قربنا خلاص يا جدعان نوصل. فخلينا نجرب بقى الطيارة ونبدأ نشغلها. انا بقى كطيارة خلينا نظبط. اوكي يلا واحدة 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 يا ابو اللجليج. هات يا معلم. هتسافروا على فين يا جدعان؟ قولوا لي كل واحد يكتب لي في التعليقات البلد اللي حابب يروحها بس بسرعة قبل ما قول يا جدع قول اللي في نفسك. الله يرحم الله عليك. اوكي شغاله والله. يلا يا مسافر يا مسافر يا مسافر تروح وترجع بالسلامه. يا لهوي يا جدعان على اللي حصل. ايه رايكم في الرحله ابو اللجليج؟ اهلا بكم على متن طياره ابو اللجليج. يلا يلا بسرعة بسرعة. زبط زبط زبط. ايوه 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 شغل 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 شغل. مش حاسدها بالمرة ده هطير بجد. طير يا وحش. اصبطي بقى ما تنزليش تحت اربوكي. اوكي احاول اظبطها. لم تظبطوا معانا. يا لهوي على الطيارة. اوكي دلوقتي يا جدعان احنا على وشك ان احنا نخلص التحدي بتاعنا. فعندنا عربية المحندقة الصغيرة دي. انا شايف ان باذن الله هتفوز لانها صغيره والهواء ممكن يرفعها شويتين فبالتالي تقدر تفوز في التحدي. وكده كده معموله اغلبيتها من بلاستيك. فخلينا نشوف. اوكي شفتوا الهبدة يا جدعان؟ اذاكرنها ما تاثرتش فيها. قلت لكم كل ما يكون حجمها صغير شغاله. الله عليكي. نيجي بقى للعربيه اللي تقريبا زي بس الحجم الكبير يا جماعه. بس دي مش لعبه بجد. فخلينا نجرب هنا يا جماعه نشوف ايه اللي هيحصل. مساعدين وحركات. انا اتوقع طالما عملت كده يبقى مبروك الخساره. بس في حمايه. والله والله في حمايه ممكن تفوز. لا كده الله يرحمها. الموتور شغال. هترفع راسنا الله الله الله. شغاله يا جدعان والله شغاله. ثواني
اوكي اصلا كده كده ما فيهاش كلاكس بس اتكسبت. نيجي بقى للبرنس. البرنس يا جدعان الاوتوبيس العملاق خلينا ننط من اعلى مكان في اللعبه. وي خلينا نشوف والله اتحكحك من اولها. ده يا جدعان ارجح لو نزل على ظهره خلاص لان الموتور اصلا ايوه في الجزء والله شغال. الله عليك يا وحش. بس يا جدعان اتحول ايه. يلا يلا جهزوا البيتزا الاكل جاهز ناقص بس شويه بهارات الموضوع انتهى. تلاقي بقى البنات في التعليقات طايرين ها مظبط لكم الاكل ورخده والبهارات وبتاع. يلا ايه خدمه. يلا يا جدعان نجرب عمليه تسلا بقى. تير 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 تير. يلا عارفه لو فتحتينا التسلا اللي هي الفيرجن 3 يا جدعان زي الفل. دي بقى مش عارف الكلام اللي هي اللي المفروض النص لا انا هو على الفضيحه بس شغاله تقريبا شغاله. جماعه في حد معاه نمره ايلون ماسك بسرعه لو سمحتم يا ريت يا جدعان يديله رنه كده بسرعه ولا ابو الوزير يسامحني. اجيبها وهي يا جدعان. اعتقد في التجربه الثانيه هتكون ناجحه برضه بجداره زي ما نجحت في التجربه الاولانيه. خلينا نشوف. اوكي الخبطه جامده بس شغاله معقوله. بص يا جدعان هي في الاول كسبت اوكي فبلاش نظلمها هي من اول مره كتر خيرها يعني. يلا يا جماعه هنجرب اخر ثلاث عربيات. طبعا العربيه دي احنا اول مره نجربها بس تحفه شكلها جميل شكلها جميل وبتستهبل. اهدي شويه احنا لسه ما قلناش حاجه. وي وسرعتها تعتبر معقوله. يلا تعتهبد الهبده صح يا جماعه. هتخسر بجداره يا اما تكسب الله اعلم. الموتور شغال والله الموتور شغال. الله 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 اديله يا زعيم. واحده تخميسه كده على السريع. والله يا جدعان رفعت راسنا. لا ما كنتش متوقع بصراحه. خلينا نجرب بقى عربيه اللادا. طبعا عربيه اللادا معروفه فمش محتاجين نتكلم عليها كتير. دي هتنزل المفروض تبقى وحش فيها حمايات من جوه ومتظبطه من بره يعني الهبده مش هتاثر فيها كتير فالمفروض على الاقل الموتور يكون سليم بس كده. قول الله يرحمه. ثواني يا جماعه 5 من 10 ولا تجربه ثانيه نديها يا جدعان فرصه كمان. لادا لاد لود لادا نيتو. يلا بقى يلا ده التوك توك عملها هو واخوه عيب يعني انت يا لاد لود تبقى كده. يلا يلا لودا لودا. ما تنزليش بالطريقه اللي بتنرفز دي. نزل على الموتور يا جماعه نازله بس هي كتر خير. ايه ده اتحولت توك توك يا جماعه. المهم اتحولت برتقانايه. ممكن نقول ايه خدت 5 من 10. الكلاكس كان شغال بس الموتور الله يرحمه. نيجي بقى يا جدعان لاخر عربيه. بصراحه انا عايز اجرب العربيه دي شايفها هاديه كده وراسيه وفي نفس الوقت هيبقى التامين بتاعها حلو. شوف 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 الله الله تحس انا هخش انام والله. يلا يا سلام. عارفين يا جدعان صوت الموتور ما بتحسوش بيه ده؟ ده اكبر غلطه. ده الواحد ينام في العربيه وينسى نفسه بعد كده نفسه عمل مصيبه. ايه ده الله يرحمها. شفتوا يا جدعان اخرتها؟ ولا في كلاكس ولا في اي حاجه بس الموتور مكتوب قدامي ان هو شغال. ثواني يا جدعان اديها تجربه ثانيه معلش. العربيه دي اتظلمت بس ما فيهاش كلاكس فانت حاولي تركزي يا ام يا اما هتخسري. اصحى يا ابو لازاليز صحصح فوق. اوكي يلا والله ما فاهم يا جدعان للاسف خسرت التحدي. بص يا جدعان لقيت في عربيه غريبه ولو قلت اجربها بالمره قبل ما اقفل. يا كباتن ايوه الابطال. الله الله عليك واحده كده يا معلم. دي العربيه لعبه دي ولا ايه؟ يلا خلينا نشوف يا جدعان هيقدروا يعملوها ولا لا. والله ممكن ده كلاكس. لا ما فيهاش كلاكس. هو كمان النمر بتاعته اسمها نو نو ولا ياس. لا 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 كده نو 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 نو. يلا تجربه كمان اخر تجربه. انا بدي اعرف انت لعب. يلا يلا نشوف هتعمل ايه يا جماعه. اوكي نازله نازله وحشه ومبروك عليك الخساره. يا راحت فين العربيه. اوكي يا جماعه كل سنه طيبين. العربيه ها يا اختي كمال. طيب يا جماعه نقف لحد هنا. فلو عجبكم الفيديو عجبتكم العربيه دي الاسطوريه ما تنسوناش بقى لايك وتعملوا انكم تشتركوا معانا في قناه لسه جداد معانا. نشوفكم مرة جاية فيديو جديد. مع
مع اس تيوب جيمنج. يلا سلام.